وما زالت العاصفة مستمرة حتى الآن. لحد دلوقتي العاصفة مستمرة وموجودة، التلج خف شوية لكن الوضع نفسه سيء جدا في بافالو. وصلت إمدادات ومساعدات في من نيويورك، طبعا لغرب نيويورك لمدينة تحديدا بافالو، لكن الوضع سيء جدا وبقالهم دلوقتي 56 ساعة. الوضع من سيء لأسوأ، كتير من النداءات موجودة، طبعا محتاجين كهرباء، محتاجين، مفيش لا كهرباء ولا طاقة، يعني مفيش لا غاز ولا كهرباء. ودرجة الحرارة طبعا في البيوت طبعا انخفضت جدا، لأن درجة الحرارة برا موجودة وصلت ل 53 ماينس 53، وطبعا ده يعني شيء سيء جدا. الحاجة طبعا نسبة البرودة عالية جدا. الحاجة التانية طبعا حتى الإمدادات مش عارفة توصل، في أماكن مش عارفة توصل لها الإمدادات. طبعا في ناس كمان ماتت جوه العربيات بتاعتها، ما قدروش يعملوا لهم أي حاجة على ما وصلوا، كانت الناس بالفعل ماتت من البرد. طبعا عدد الوفيات بيزيد، وصل ل 48 حالة وفاة. كمان في 14,000 رحلة اتلغت من يوم الجمعة حتى الآن. وطبعا زي ما قلت طبعا كل ديت خسارة وخراب كبير. طبعا كل المسؤولين طالعين بيوضحهم وبيقولوا ان ديت طبعا ديدلي ستورم والأسوأ في تاريخ أمريكا، وده ما حصلش أصلا، يعني بيحصل كل 100 سنة ممكن تحصل حالة زي الحالة دي. طبعا ده كان المايور بتاع بافالو للأسف برضو نفس القصة، بيقولوا ان احنا هو نفسه ما عندوش لا كهرباء ولا غاز في بيته. فطبعا كل الناس تعتبر مستقة في بيوتها، مستقة في الشوارع، بيحاولوا يبعتوا امدادات علشان خاطر حتى العربيات اللي ظاهرة انها بتحاول يعني تطلع العربيات عشان خاطر يوسعوا العربيات من الشوارع عشان يقدروا يتحركوا. في بعض الأماكن حصل عليها سطو في محلات، لكن القصة مش قصة سرقة أو إن هم عايزين السرقة، بالعكس الناس محتاجة أكل وشرب. ففي ناس حتى لما دخلوا المحلات أخذوا علب سيريال وخجة حاجات يعني تكفيهم بس لأكلهم وشربهم، بما أنهم وصلوا لها 8,000 شخص من غير كهرباء ولا غاز نهائي. كمان المشكلة ان هم زي ما قال المايور مش قادر يبعت اصلا حتى التليفونات اللي بتيجي علشان خاطر محتاجين ميديكال اسعافات اولية ومحتاجين ادوية وكده، مش قادرين يوصلوا للناس للأسف الشديد مع الاحداث اللي هم فيها ديت. طبعا كمان في اوهايو برضو الوضع كمان التلج مغطي الدنيا، وفي يمكن هيظهر حالا اسرة المكونة من الرجل وزوجته كانوا رايحين يقضوا طبعا الكريسماس مع أسرتهم، لكنهم للأسف ما قدروش يوصلهم. ولنفعهم الحاجة الوحيدة اللي نفعتهم إنهم كانوا يعني في أكل وشرب كان معاهم ليوم الكريسماس وبس. فالمنظر اللي انتم شايفينه ده حالا ده أوهايو، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، وإن شاء الله غضب الطبيعة يكون ما يكونش قاسي علينا قوي، وربنا يسترها إن شاء الله ويسلمنا جميعا في جميع أنحاء العالم.